دكتور محمد حظه حلو جاي يتكرم في ليل اول ليله في شهر الربيع. خليها بقى امسيه في ميلاد سيدنا النبي كده، خلي الربع ده امسيه في ميلاد سيدنا النبي. اللهم صل عليه، بس تبدع بالله عليك، بالله عليك ما توفر علينا حاجه. مدد سيدنا النبي، مدد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه سيدنا النبي ونزيد الصلاه عليه. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن خلاص خلاص اقعد اهدى اهدى بس اهدى عم الحاج. حاضر حاضر انت عايزه كله هيك. حاضر صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. حاضر خلك يا بعض اوعى تسكت. بس احنا عند سيدنا النبي في الجزء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. اي حاجه فيها سيدنا النبي بتجيب الموت. بسم الله ربنا يبارك باللي شربك ويرحم المتوفى. ربنا يبارك لك يا دكتور. اي والله ايه ده بقى؟ ايه ده علي؟ ايه ده علي؟ انت حاطط صلاتك عليا النهارده ولا ايه؟ هي لوحدها. وانت ايه اللي خلاك تبدا في سيدنا النبي؟ صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا النبي بقى. هو سيدنا النبي. هو سيدنا النبي. الله يفتح عليك يا دكتور. الذين يبلغون رسالة الله ويخشون شهود أحدا إلا هو.
وكفى بالله حسيبا. الله الله قال وكفى بالله حسيبا. جدا عشان خاطر كده الناس تحر ده عليك. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم والسلام ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليما. يا خذ راحتك والله. انا مش مستعجلين يا دكتور، هنروح اسمعني الفادي مش مشكله. ايوه الله يفتح عليك. الله العظيم حضرت النبي الدلالي الله يفتح عليك. عايزين نسمعك يا دكتور. يا سبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. يا الذين آمنوا اذكروا
قصيدة. اقسم بالله ان الايه تدخل في جسم الواحد والله امانه الله. ليه؟ لان الالقاء نفسه جميل، مش الالقاء ازعاج ودنيا. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تعامل مع الميكروفون بحكمة، ومعاك مهندس صوت بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك. منورنا والله. محدش يعمل الشغل ده يا شباب، والله محدش يعمل الشغل ده. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله عليك يا دكتور، الله يفتح عليك. الله الله الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. الله ليخرجكم لك قبل كده. كل حملة القرآن على راسي إلا أنت في قلبي، والله العظيم في قلبي يا أخي، قسما بعز جلالة الله. والله 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 صوت عزنه جاء من الجنة. سبحان من وهبك هذا الصوت. أنعم بقوم أكرموا القرآن، وأنت من أهل القرآن. ربنا ينفعك بالقرآن. هو الذي تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. الله
يا أيها النبي يا بسم الله الرحمن الرحيم.
عليك السلام. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي مش هتفلى لما معلش فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الفتحة محبة يا سيدنا النبي. الفتحة يا سيدنا. حاضر 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 حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما ذهب الأسرار وأنت العزيز الغفار اجعل ثواب ما دنيا ونور وهدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ثم إلى أرحم الراحلين الكريم وسائر موتانا أجمعين سعدنا بمسك الختام من ملك المقامات وقارئ العالم جمهورية مصر العربية وقارئ المحافل الدولية العالمية وقارئ رئاسة جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب حكم وعلى الدولة التلاوة من اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية ليلة التكريم لمعالي الدكتور محمد عبد الحكيم عامر مشاركة لأشقائه الكرام الأستاذ الحاسب أحمد محمد عبد الحكيم عامر كذلك الأستاذ أسامة عبد الحكيم عامر شاكرا لحضراتكم جميعا وشاكرا لكل من وفد لهذا المقام القرآني الكبير من ذات القصور ضيافة لأولاد عجلان الأعمال الفندقية المتميزة للمدير محمد رمضان خلال مهندس محمد عادل الجوهري محطة الديزلات والإنارة حد فتح الشربيني الهندسة الإذاعية مهندس محمد الشربيني سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته